كل نهار تنين بهالوقت مشاهدينا بنقدم فرصة لأحد المخرجين الصاعدين بلبنان حتى يقدموا لنا واحد من أبرز أعمالهم. ضيفنا اليوم هو فريدي هيكل. أهلا وسهلا فيك فريدي. شرفتنا اليوم. بدنا نحكي عن فيلم التخرج لك وأنت من جامعة الكفاءات بعنوان بنية غريبة، وهو فيلم اجتماعي مستوحى من قصة القديسة مارينا. خبرنا شوي عن القصة فريدي. قصة القديسة مارينا هي كانت بنت كتير متعلقة ببيا. بيوم من الأيام بيموت البي وبتروح تحكي مع يسوع مثل العادة، هي كتير كمان قريبة من يسوع، عم بتقول له إنه ليه أخذت لي بيي، إنه عم بتعاتبه. فجأة الولد هو توفى، إنه كبير بالعمر يعني، وتوفى. ليه اخذت لي بيي؟ ايه وكانه عم بتلومه ليه اخذت لي بيي. فبيجيها الهام انه تفوت على الدير وتترك كل شيء حتى تترك حبيبها اللي كانت تحبه. فهونيك بالمنطقه ما كان في دير رهبات، فبتقص شعراتها للرهبان. فبتقص شعراتها وبتلبس تياب صبي وبتروح وبتفوت على الدير. هونيك بدها تصير تتعامل مثل كأن هي شاب، يعني بقيه الرهبان بيعتبروها شاب واحد شاب. منهم ما حدا بيعرف انه هي بنت. علقت الحرب وصار في نوع من المجاعه، فقرروا انه رهبان الدير ياخذوهم لضيعه ثانيه كرمال يجيبوا المونه. والرهبان هن ما بيشكوا فيهم، يعني بيأمنوا لهم انه هن رجال دين. فهونيك بالضيعه بينزلوا عند المختار، وبيصير هونيك مشكلة انه بنت المختار بتتهم مارينا اللي هي بزي راهب انه اغتصبها وحبلت منها. وهون بيصوروا على اساس انها شاب بقية الرهبان بيتهموها فيها وبيجبروها انه تربيها، بيفصلوها على المغارة، بيقعدوها طفل تبعول بنت يعني المختار. بتكمل حملة بنت المختار هو بس يخلق الولد بيعطوهم لمارينا صاحب الجريمة برأيهم، وبينفوه هو والولد. مزبوط. وبيصير يربي الولد بالمغارة تيكبر، وبتموت مارينا ما بيعرفوها انها بنت، الا بس تموت بتكون كاتبت لهم على حجر من حجر المغارة: انا بنية غريبة وصابتني هالمصيبة، ما تكشفوا علي اخواتي الرهبان. وهون هيدي الرسالة اللي تركتها بعد غيابها. قصة كتير مؤثرة فريدي. خلينا نشوف المشهد الأول من الفيلم تنفوت بتفاصيلها أكثر. اوكي ميرسي. يا حضرة اليوز باشي، العالم عم تموت من الجوع، الولاد بعدها لعبت اكل تتاكل. ادب سيس سوسلان، احسن ما تروحي سفر بارلك. ها عسكر نبشوا بيوت، خذوا قمح كله. يا اخوتي العالم عم تموت من الجوع، ما فينا نضل ساكتين، صار لازم نتحرك ونساعد الاهالي ونأمن لهم المونه. نحن كرهبان ما بقى حدا بشك فينا، بقى بفضل انا يقوم بالمهمه الاب مارينوس والاخ بشاره والاب طوبه. تكلنا على الله. لك يا ابني منك شايف الحالة بهالبلد؟ ابن مين انت؟ اسمي مطانش بن يوسف خليل، من ضيعة الألمون عم فتش على بنت اسمها مارينا، بنت اسفان مارون. تعرف عنا شيء؟ لا، ما في حدا غريب اجى على الضيعة. كتر خيرك يا مختار، ازعجناك بدك ما تواخذنا. لا يا ابني ما تقول هاي، رايح بهالليل، خليك الليلة عنا، بكره بتكمل مشوارك والصباح رباح. لا ما بدنا نزعجكم. العوذ بالله، اهلا وسهلا فيك. ناسها خذ مطانس على غرفة الضيوف. الله يطول بعمرك يا مختار. Thank you.
لو يا ابونا الريح بهالليل خليك الليلة عندي بيت بضيق بساعة الف محل كيف اذا كانوا رهبه منين بالزريبة العوز بالله اهلا وسهلا فيكم انتو جوا ونحن برا عنا ضيف نيمو بالدار فضلوا فضلوا هيدا بيا هيدا المختار بيا للبنت اللي نفترض انه تكون حملت من الاب مارينوس مزبوط. اللي هو بالحقيقه مارينا الصبيه الصبيه مرقت مارينا اذا شفناها وقتها كانت عم بتدق على الباب نعم. بالليل هيدي هي مارينا بالفيلم بس هون ما كثير بهيدا الاكستري مش مبين كثير شخصية نعم. مارينا القصة مش رح أقول من واقع مجتمعنا هي قصة درامية تاريخية ودينية كمان القديسة مارينا واضح أنه كانت ضحية بهالقصة عاشت بالمنفى معظم حياتها مع هالولد اللي هي ما لها علاقة فيه أكيد ليش قبلت تكون ضحية ليش قبلت بالظلم يعني ليش ما دافعت عن حالها وقالت أنه أنا ما خصني بالموضوع مش ممكن كون صاحبة هالقضية هي حسب رايي وحسب راي الكتار يعني اللي بيفهموها انه هي تحملت الخطيه مثل ما يسوع تحمل حيالله خطايا من خطايا البشر ومات على الصليب كرمال الخطايا العالم هي كمان قبلت انه تتحمل الخطيه وما تفضح حالها وتضل مكمله للاخر مع انه هي ما خاصه بهيدا الموضوع ولا ابنها يعني هي بالنهايه بنت يعني بطريقه فريدي عم بتجسد الظلم اللي موجود بمجتمعنا وأوقات كيف الشخص بيكون الضحية وأوقات أنه بيقبل يكون الضحية لا سبب أو لقناعة خاصة وهم بتصور قناعة دينية عندها إياها إيمانة بتصور إيمانة. هو اللي كان لقويها السلاح اللي كان معها حتى تعيش هالتجربة الطويلة إذا بدك والناس ما عرفوا الحقيقة إلا بعد غيابها بعد ما ماتت عرفت الحقيقة العالم يعني وصارت هلأ كتير مشهورة يعني هاي القديسة القصة تاريخية دينية ما بتخاف فريدي انه تجسد هالشخصيات الدينية خوفا من انه يكون في اي غلطة ممكن تتحاسب عليها لاحقا هلأ انه اوقات كلمة واحدة ممكن تسبب مزبوط. مشكلة هلأ انا شو بيصير كتبت السيناريو صحيح انا غيرت شوي بالقصة بس ما غيرت بأحداث القصة غيرت بس بأولها شوي يعني بس البي كان هو المفروض انه يكون عايش انا موتته يعني قبل بوقت بس انه غيرت بهي القصص بس كقصص يعني سيناريو وهيك في عندي اخواني عم بيشوفوا السيناريو نعم. كرمال يعني ما في اشراف على النص والتفاصيل الدينية التاريخية الفيلم مدته 18 دقيقة مزبوط. وكمان الإخراج والسيناريو النص لإلك الملفت بها الفيلم وشفناه هلأ بالمشهد الكادرات رائعة يعني الأماكن اللي اخترتها للتصوير بتجسد مزبوط. الطبيعة الخلابة اللي عنا بلبنان وين صورت فريدي؟ أنا صورت بوادي أنوبين وادي قديشة ببشري وبحتشيت أغلبية أجمل المناطق مزبوط. بلبنان وكمان يعني أنا غير أنه هو فيلم دراما وقصة حياة يعني تحضريه مش بس كرمال تشوف هيدا فيك تعملي سياحه من خلاله نعم. يعني فيلم سياحي اذا بدك فيلم سياحي يعني اغلبيه الاماكن السياحيه موجوده بالفيلم واغلبيه المناظر الحلوه اللي موجوده فوق موجوده بالفيلم خلينا نشوف مشهد اخر من الفيلم
عندك راهب بالداير مات. قوم قوم، في عندك راهب بالداير مات. بعد اذنك يا ابونا الريس، خبرنا شو صار معك. يا خي سمعت صوت بيقول لي في عندك راهب مات. هون شفنا المشهد اللي يمكن اللي بيكشف الحقيقة اللي صارت. واحد من الرهبان بيتصور شيء. هون هو هيدا رئيس الدير خلال انه هو لاعب دور الفيل، بيظهر له حدا بيقول له انه في عندك راهب مات. هون بالفعل مارينوس، الاب مارينوس اللي هو مارينا اللي توفت. ايه مزبوط. هون بجمع رهبان الدير بعد تخبرك شو رح يصير بعد اللي شفناه. نعم. بجمع رهبان الدير وبدق الجرس، بيعدن بيلاقي الكل انه موجود، ما حدا ميت. انه مين بده يكون ميت؟ فحدا منهم هيك بيجي براسه انه يمكن يكون هيدا مارينوس اللي هو مارينا ميت بالمغاره. نعم، وبيكتشفوا انه بالفعل مارينوس وفي الرساله المحفوره كانت محفورة على الحجر. الولد هون كان صار عمره سنتين وبيرجع لأهله الاساسيين، وبتبدا قصه مارينا القديسه. قصه كثير حلوه. الممثلين منهم محترفين من الضيعه؟ ممثلين ما حدا جبتهم محترفين، كلهم من عنا من الضيعه يعني. كاركتير يعني، كنت انا قبل من اول ما اكتب السيناريو هولي هن الاشخاص. نعم. اللي بدهم يمثلوا معي، وبس عندي فرد شخص هو مطانيوس هيدا الشاب. نعم. هو مش من حكي. فيلم حلو وبتصور لي نجاح واصداء حلوه عند اللي شافوه، ولها سبب رح تكمل بنفس جانر الافلام. مزبوط. شو عندك هلا؟ هلا عندي عم حضر فيلم عن كمان ديني للقديس، عن حياه القديس رومانوس. كان بدنا نصوره من شهر بس اضطريت سافر وهيك فما في صورته. هلا بدنا نبلش نرجع كمان. رح تستفيد من التصوير حتى تبرز اماكن طبيعيه حلوه اخرى؟ ايه اكيد اكيد، بلشنا نبرم على لوكيشن ولقينا اشياء، وبعد في فوق يعني اذا. نعم. بدنا نبرم بانوبين وباتيشا في كثير اماكن وضياع، بتامل هيك نقدر نشوفها لانه كثار منا ما بيقدروا يوصلوا لها. شكرا لك فريدي هيكل، نتمنى لك التوفيق وان شاء الله بنستقبلك بحلقه مقبله تنشوف عملك الجديد. اكيد، ميرسي كثير. وقفي مشاهدينا وبنرجع لألايف.